معانا شخصية هي أمي التانية وأقرب حد لقلبي وحبيبتي الغالية، ودايما بتعملي لي مفاجآت جميلة زيك وزي طيبة قلبك وجبرك للخواطر. احنا معانا معالي الوزيرة عائشة عبد الهادي. يا حبيبتي كل سنة وانتي طيبة وبخير وسعادة وهنا ورمضان كريم. وحياتك طيبة وبألف خير يا حبيبة قلبي بنت حبيبتي، ربنا ما يحرمني منك أبدا. ولا منك يا قلبي ولا منك يا حبيبتي ولا يحرم المشاهدين منكم. طبعا مش ممكن يجي رمضان كده ومن يعني فضيلة الشيخ رمضان ما نقولوش كل سنة وحضرتك طيب كل عام وحضرتك بخير يا هانم. وربنا يجعله اللي بتعملوه في ميزان حسناتكم كل ويكون عام من وعليكي الكريمة. بخير يا معالي الوزيرة. دي عيانة. ألف سلام عليك، الله شفاك يخليك، الله وعافاكي. ربنا يخليك ويكرمك يا فضيلة الشيخ. والله يا لمية أنا لما بيفوتني حلقة من حلقاتكم بحس بأن أنا في حاجة ناقصاني يا حبيبة قلبي ربنا والله يرضيك يا العظيم. رب. وبعدين يعني كل اللي بيقوله لنا شيخ رمضان ده عدي من مسيرتنا كتير كتير يا رب يرضيك. والله يا شيخ رمضان. والله يا دكتور زي ما بقول لحضرتك كده احنا داخلين على ايام مفترجه، وانا سالت ناس كتير وبشوف لميا لما بروح لها في البازارات وكده بشوف قد ايه الناس ملتفه حواليها وتذكركم بالخير. الحمد يعني لله الحمد لله الحمد البرنامج لله ده اثر في ناس كتير كتير الحمد وغير لله مفاهيم كتير الحمد لله وخلى الناس تحب انها تشوف البرامج الدينيه دي. الحمد لله الحمد لله دعواتك فضل ونعم. لينا بقى في ربنا رمضان يجبر ان خاطرك، ربنا ربنا يجبر خاطرك يا معالي الوزيرة، ويكبر خاطر وخاطر الشعب أحبابك المصري يا وخاطر أهل رب. بيتك امين وخاطر يا رب المشاهدين أجمعين. يا امين رب يا يا رب. رب يكبر امين خاطر مصر يا رب يا ويكبر رب شر يا رب. يحفظ بلادنا من كل سوء يا رب. امين امين يا يا رب رب امين يا امين يا رب. رب العالمين. كل سنة وحضرتك بألف خير وسعادة وهنا ورمضان كريم عليكي ونورتيني. ما تحرمش منكم ابدا. ربنا دعواتك يخليك يا شيخنا عظيم. ربنا يكرمك. يا رب يرضيك يا هانم. ربنا يخليك يا فندم. السلام عليكم. نورتينا، مع ألف سلام. عليكم السلام. ربنا يكبر خاطرك يا أمين مصر، يا رب يكبر أمين يا خاطرك رب يا مصر، أمين يا رب يكبر خاطر بلدنا أمين يا رب وخاطر جيش بلدنا وخاطر أمين. شرطة بلدنا وخاطر أزهر بلدنا وخاطر كنيسة بلدنا وخاطر مؤسسات بلدنا كلها. أمين يا رب أسلم الناس بإذن الله إن شاء وأحسن الله الناس وخير الناس. مصر عمرها ما تقع إن شاء الله أبدا بإذن الله. تتشد. وإمتى كانت الدنيا أصلا حمدها الناس؟ صحيح ياما مرت ياما عدى وهتعدي. إن شاء واحفظوا الله الجملة اللي دايما بتبقوا حافظينها، كل مر سيمر ما على الدنيا مقر. هتعدي مصر، هتبقى من أحسن ما يكون وأفضل ما يكون، ومستورة بستر الله إن شاء تبارك الله وتعالى بإذن الله ومنصورة بنصر الله عز وجل إن شاء الله.